عليكم والله حايلية عجبتني حركة يا سلام من جهة جهة أسرع هذه حايلية طال عمرك عاد حايلينك والله يا دكتور أهلا الشيخ معاذ حياك الله بدعت الله يبيض وجهك جزاك الله خير خلاص احنا اتفقنا تكون من جهة واحدة والله أنا كنت نهائيا وش أخبارك طيب أنا كنت بحايل وجه الرياض وحايل أجل الله فإلا خمت فصار الوضع عندي السلام على جهة وجه الرياض السلام على جهة يوم وريح أنا لخم شوي يلا حياك الله يحييك يا هلا والله بالدكتور طيبين وش علومك الله يسعدكم يا أخي أنقذنا بيش بس أنقذنا بيش حنا الاختبارات على الأبواب أيه. تو قعدنا نبربس انا ويجلنا بنسوي مقدمات انا وعبد الله وجبنا العيد ايش قلتوا؟ لا والله ما ادري شوف شوف انا قلت لهم عشان بشكل مبسط دكتور ولا احنا نجي مثلك دكتور لكن احنا بهيك مبسط قلت لهم يعني انا كنت احفظ زي كذا هذا ورقه بدايه الفقره زائد رياليتي بدايه الفقره زائد رياليتي دخول المدرب الدكتور فهد البيت دخول المدرب الدكتور فهد البيت دخول المدرب الدكتور فهد البيت واحكي قصه بنفسي وسولف مع نفسي اتبع عجبتك ذي لا وش كانه هذا يعشر وكذا يمثل حق الطيارين اللي بالمدرج يعشر بالعبيدين كانه وياهم ولا كانه ابراهيم المعيد على المسرح تدري ليش لحظه تدري ليش يا شيخ استعجلت أنت مشكلتك يا صديقي أنك ما حضرت معنا أول دورة هي تذكرها يوم تكلمنا حنا عن عناصر ذكرها ولا لا 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 اسمعني خليني أقول لك شيء إحنا تكلمنا عن عنصر مهم معاذ وشيخنا بيتكلم لازم تستوعبونه وهذا شيء ضروري إحنا تكلمنا عن العقل الله عندما خلقه من يعني فأحسن خلقه فبالتالي تلاحظ أنت الإنسان عندما خلق الإنسان لاحظ أن العقل له أدوات للإدخال تمام أدوات للإدخال وأدوات الإدخال تدرون شو تكلمنا عنها قبل تذكرون شو أدوات الإدخال للعقل أدوات الإدخال أي أدوات الإدخال لهذا العقل يعني لما أجي أقولك والله هذا فنجان شلون عرفت أنه فنجان أي كيف عرفت أنه فنجان بالبصر واللمس السمع اللمس الشم والتذوق طبعا هذه أدوات الإدخال للعقل اللي نسميها الحواس الخمس العقل هذا عجيب جدا في بنيته في بنائه وفي صنعته وفي خلقته سبحان الله العظيم هذا العقل قد ما يكون في حجم مدخلات عالي قد ما يكون لياقته عاليه تمام قد ما تكون لياقته عاليه فبالتالي يعني كثير من الدراسات والبحوث طبعا لا نجزم بصحتها 100% لكن نستطيع ان نقول كلمه واحده فقط بان الله سبحانه وتعالى عندما خلق يقال ان هناك عدد من الثواني كبيره حتى تصل لعمر 70 سنة لا تستطيع او لا تستهلك الا جزء بسيط من عقلك قيل 2% وقيل 30% وقيل 50% من عقلك فبالتالي الشخص اللي يقول عقلي مليان هذا غير صحيح لا يجوز عقل ممتلئ بل العقل يتحمل عدد كبير من المعلومات الرهيبة الفرق بيني وبينك وبين أبو خالد وبين معاذ وبين والله كل الأسماء هذه أو من يتابعنا الآن الفرق الوحيد وشو هو حجم المدخلات إلى عقلك وحجم التكرار للمعلومة الواحدة يا سلام عندي سؤال لذلك اسمح كيف أزيد لياقة عقلي أيوة زيادة لياقة العقل بحجم المدخلات يعني في بعض الناس مثلا ما يقدر يركز ما يقدر يفكر فيه نسبة غباء مثلا أو في بعض الأشياء ما يقدر يتصرف فيها زين كيف يعني أزيد نسبة طيب لياقة. خليني لو أعطيك مثلا مثلا لو أقول لك رقم معين زين رقم معين خليني مثلا أقول لك الحين ها سلام عفوا لو اقول لك 0553375353 لا تقول لي اجين بطيء اكتب الرقم اللي سمعته الحين اكتب الرقم اللي سمعته معك ورقه وقلم مع قلم طيب قول لنا مره ثانيه ما راح اقوله اكتب اللي سمعته وش ممكن تعيد يا دكتور لا ما راح اعيد اللي سمعته وش 0533 اكتبه وبس قول لي عشان ما يدق عطى قلم خذ قلم خذ يسلم يلا اكتب وانت معك ورقه لا هذا اقولك ما يكتب لا هو مو ما يكتب بس هو يعني يدير اللقاء مشغول انا ادير اللقاء ما ادري ورني الرقم برابيس ورني ما يخل ما عليك ورني الرقم بس ورني كذا وانجلس انا اشوف وانجلس نسبة صحته يا صديقي حلوين 30% معاذ 20% صفر 55 33 7 5 3 5 3 صفر 55 وانت مستمع طال عمرك لا انا اشاركهم بالنظر 0 5 3 0 5
طيب 7 3 ما يخالف ما يخالف انت علم حبه حبه. هذا مسكت ما يكتب بالانجليزي. ورني يا صديقي. لان متعود والله. انا والله. هذا لحقت عليه. ضافت انجليزي. الثاني اللي تحت. والله ممتاز، الان تحسنت كثير، وصلت 50% صح. صديقي انت كويس، حول 45 40% صح. 0553375353. حاول. انا مسكت وانا 0553333. الأرقام ما حلو 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 حلو. أنا أبغى حبة حبة صديقي من تحت. صفر خمسة خمسة بطل 100% كفو. لا والله قلت أنا ذي نقول كنت واحد. لا والله ما أحد والله ما أحد نقلني. طيب أوكي عندك رقم واحد خطأ 90% صح 90% صح. بديت أتقدم يعني. 0553375533 حلو. 0 55 33 75 35 35 33 كفو. كم الرقم بدون ما تناظر؟ 0 55 33 75 33 05 يخرب بيته فتبن شكله يا شيخ. 0 55 33 75 35 3. لا الرقم جميل. هذا رقم وشو دكتور؟ هذا رقم جوال الوقف لوقف الام. جميل. بس انا ما يهمني وقف الام. كم الرقم؟ 0 55 32 75 35 3. كم الرقم؟ 0 55 33 75 3 5 3. كم الرقم؟ 0 55 33 75 35. ايوه ثلاثة. بيرفكت. لو اسالك كم رقم ابوك يمكن ما تعلمني. صح. كم مرة مرت عليك المعلومة؟ صحيح. كم مرة مرت عليكم هالمعلومة؟ أجين دكتور أنت قلت. كم الرقم أنت؟ قل لي الرقم. 0 55 32 75 35 3. كم مرة مرت عليك المعلومة؟ أي معلومة؟ يمكن خمس مرات أو ست مرات. ست مرات. فعليا مرت عليكم أكثر من 20 مرة. تدرون ليش؟ لأنه هذا كرره وهذاك. ها؟ عليك الحالك أنت. لأنك سمعتها وكتبتها ونطقتها وقرأتها وسمعتها وكتبتها. الله. لاحظت كم التكرار اللي صار؟ يا سلام. شفت حجم التكرار اللي صار؟ هناك طبعا نظريات طبعا لا أؤمن فيها كثيرا في علم البرمجة اللغوية العصبية، لكن على الأقل هي تثبت جزء من الصحة، أن إذا تكررت المعلومة عليك 29 مرة مستحيل تنساها. لكن يختلفون الناس في مهاراتهم. اللياقة اللي سألتني عنها الإنسان، إحنا وش اللي ضيعنا؟ ضيعنا جوالاتنا. تعرف كم رقم جوالك؟ والله عطني جوالك تسجله في الجوال. إحنا واحد ما حد يحفظ رقمه. أحسنت. لو تسألك عن جوال الوالدة وجوال الوالد الله يحفظهم مثلا، تقول والله ما أذكر، لأننا في الأخير أبغى مباشرة مخزن أدور ماما ولا أبوي ولا كذا، طق 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 وأدق عليه وانتهى. صح. فإحنا عقليا يعني مهاراتنا العقلية غير مفعلة، فبالتالي تضعف هذه اللياقة. هذه اللياقة عندما تضعف دائما تكون نتائجها إيش؟ نتائج سيئة جدا. طبعا النتائج طبعا تختلف، أو عفوا القدرات تختلف العقلية من شخص لآخر وفقا للياقة. اللي تعرفون قصة مثلا صوت صفير البلبل. هيج قلبي الثقلي أبو جعفر المنصور. ثملي ثملي الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيددلي وسيددي ومولي فكم فكم تيملي غزيل العقيقلي، قطفت من وجنته باللثم ورد الخجلي، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي. طيب ايوه كمل يا شيخ. والخوذ مال الطربا طربا من فعل هذا من فعل هذا رجل فولولت ولولتا ولي ولي ويللي فقلت يا ويللي فقلت لا تولولي. ما احنا حافظين عشان نكون صادقين. دخل كنت خلي الرجال يسولف معجبني خله مبسوط. ايوه ابين اللؤلؤ لي انك لا انهض وجد بالنقل وفتية سقونني قهيوة كالعسل، شممتها بانف في ازكى من القرنفل في وسط بستان الحلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي والطبل طب 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 لي طب 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 لي. كمل كمل. حلو حلو. والسقف سق 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 لي والرقص قد طاب لي، شوا شوا وشاهش على ورق صفرج لي، وغرد القمر يصيح من ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي أعرجي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي بالخوذ وال ايوه ايوه انا زمان انا والله ما مسحتها صراحه. ممتاز عليك. انا جودي طب 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 لي عشان طب تعرف وش قصتها. ابو جعفر المنصور كان عشميزته ابو جعفر المنصور يحفظ القصيده من اول مره، كان يحفظ المره الاولى، وكان لديه وزير او غلام يحفظها من المره الثانيه، وعنده جاريه كان لديه جاريه تحفظها من المره الثالثه بلش بالشعراء. ك
كل ما جاء شاعر قال عطني تخبر شعرانا ربعنا والشعراء يتبعهم الغاوون يبون دراهم. كل ما دخل على الوالي ابو جعفر المنصوري بفلوس بلش فيهم، قال اوريكم فيهم. قال من ياتي لي بقصيده لم تكتب سابقا ولم اسمعها في حياتي له وزنها ذهبا. وزن اللي كتبت عليه؟ نعم، وزن هذه القصيده اللي كتبت عليها القصيده وزنها ذهبا. جاء الشاعر الاول دخل طبعا قاعد لهمسة الشجره وكتب له قصيده. دخل ابو جعفر المنصور، ابو جعفر المنصور عنده ميزه لياقته عاليه جدا في الحفظ، جدا تركيزه عالي، وبعلمكم الحين مهارات التركيز حتى في من يقرا الان بعد شوي الاختبارات، يعني احنا ما احنا مركزين فعليا. صحيح. فجاء ابو جعفر المنصور ايش سوى؟ قال هذه قصيده قديمه. ايش سوى؟ قال انا اقولها لك حافظها. شلون؟ طق 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 اعطاه القصيده كامله. اصبر بعد مو بس انا الحالة. لا اصبر طبعا هبل الشاعر، الشاعر يقول ما يخالف توارد خواطر، تعرفون توارد خواطر؟ نعم. بيت بيتين ثلاثه لكن ما يجي والله قصيده كامله. ناس خلاص. نعم. قال لا انا ابشرك على قولك حتى وزيري حافظه، وزير سمعها المره الثانيه. من الشاعر ومن من الشاعر ومن الخليفه. من الخليفه وسردها كامله. وجت الجاريه. قال ابنيه بعد الشاعر جت الجاريه. قال لا وجاريتنا بعد ثاني. الشاعر طبعا على طول اشهر اللحظه راح يكلم الشاعر. يعني ما يخالف قصيده بيت بيتين لكن قصيده كامله. جاء الشاعر اللي عقبه نفس الطريقه الشاعر الين جاء الاصمعي، والاصمعي طبعا ذكي جدا وعرف الاصمعي هذه الخدعه اللي كان عند ابو جعفر المنصور. واذا اتى بقصيده طبعا هذه القصيده في علم البلاغه تعتبر من اسوء القصائد اللي كتبت في تاريخ الجاهليه. لان ما فيها اي بلاغه، ما فيها، لانها كلها عباره عن كلمات صعبه في كتاباتها وصعبه تعجيزيه لكنها موزونه. لكن موزونة نعم، هي قصيدة رسمية لكنها ما فيها بأي بلاغة. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمين الماء والزهر، ومع ما في أي تعبير شعرية للشعراء اللي يعرفونه مثلا زي امرؤ القيس ولا المتنبي وغيره. فجاء الرجل شكرا شكرا أن تؤمن دائما بفقدان الأقلام. أنا كنت باخذه معي بس حلالك أسلم بعد راسي. خذ يا صديقي يا بعدين طلبتك. لا طلبتك عشان ما تنساني فيها. يا عيني امسك 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 الحين انا والله اني كنت ناوي اخذه وحطيته في جيبي. انت لك شيء خاص بعدين من افضل هدايا والله. انت بيض الله يعني دورة فجرية. فجاء طبعا جاء مين؟ جاء الاصمعي. جاء الاصمعي يوم حاسب الدنيا تورط ابو جعفر المنصور. حتى وان كنت تمتلك مهارات عاليه يبقى ابو جعفر المنصور شو يسوي؟ في نقطة تورط. التفت على الوزير. اه وش سويت؟ قال تكفى افزع لي، يعني معنى كلامه تورطني. قال الوزير والله ما حفظتها. الاصمعي كان ابتسم، ابتسم على الجارية قال جاءت خبر ما تحفظ المرة الثالثة. فقالت ما اعرفها. فجاء طبعا الاصمعي وكسب الرهان او كسب هذا التحدي، فدخل عليه بقيل انا برخامة كبيرة وقيل دخل بجمل كتب على سنامه القصيدة فأخذ وزنها ذهب. أتوقع أبو جعفر ذاك يقول ليتني والله موزع الفلوس على ولا أخذها اللي هو الأصمعي. فالمهارة هنا عالية جدا تختلف من شخص لآخر. فيجي لازم هنا نتكلم عن كيف السؤال اللي تكلمت عنه يا حبيبي، يعني أنت قلت لي والله كيف الواحد ينمي لياقته. نعم تنمي لياقتك من خلال حجم الحفظ الدائم والمستمر، الحرص دائما على حفظ وتذكر الكلمات بشكل مستمر، محاولة قدر الإمكان إثراء هذا العقل حقيقة بحجم المعلومات. حاول أن تنمي عقلك هذا من خلال حجم المدخلات، من خلال استخدام كل الوسائل الإدخال إلى عقلك، وهذا شيء ذكي. لذلك تكرار المعلومة أكثر من مرة من خلال استخدام أكثر. كم الرقم؟ 0523573. كفو. شفت شلون؟ لاحظت كيف المعلومة؟ لذلك من يستمع إلينا الآن من الأخوان والأخوات يقول أني لا أستطيع أن أتذكر وأنا فعلا أنسك معلومة أمام الاختبار، هذا غير صحيح. وأنا مبصم بالعشرة أن عبد الله بكرة لما نطلع أنا وياه في أي مكان أقول له كم الرقم سيتذكر هذا الرقم مرة أخرى. فبالتالي هذا الذكاء اللي بتعامل معه. طيب اليوم انتم يعني انت تؤمن بالتكرار دكتور؟ نعم اؤمن بالتكرار. يعني نظريتي صحيحه؟ نعم اؤمن بالتمثيل، اؤمن بالتكرار، اؤمن بالربط الحركه. احسنت الحركه. اقول لك حاجه ادها وامر اسلم بصرح فيها. والله يا دكتور كنت اذاكر زي كذا او قدام رايه. صح قدام رايات وتسولف. اسمع يا ابو اسمع يا عبد الله. صحيح الدكتور داخل بعد شوي. اسمع يا عبد الله. لا هذا رب الدكتور داخل بعد شوي. ايه صح اسمع والله كذا تحضر. ممتاز جدا. انا ليش اقول لكم هنا بس انا عندي بس نقطه دكتور. نعم احيانا انا اقول كنت استخدمها حتى ايه هل انا الحين لما اجي اخذ الكتاب نعم طبعا مثلا زي كتاب العلوم مثلا او كتاب الرياضيات فيه فصول كثيره. نعم فانا اخذ الفصل الاول مثلا في المكان ذا. صح وأدس وذاكر في المكان ذا. صح ينتهي أخذ البريك فترة بريك. ممتاز. بعدين أخذ في المكان ذا أخذ الفصل الثاني. صح في نقطة ثانية بعد أحيانا أنا أبغى أدرس للاختبار فقط. صح أخلص من الاختبار أنا ما أبغى أتذكر.
أنا المعلومات هذه أحتاجها فقط في الخ...